برجع بصبحكم بالخير مشاهدينا، هالمرة بلا صريخ، هالمرة مع ابتسامة سمايل وذ ديما، مع ديما اسطنبولي اللي رح تطلع بفقرة ويلنس لنحكي عن ريفرش، عن إعادة برمجة دماغنا وأحاسيسنا. علو هالشي بينفعنا لتقطع هيدي المرحلة. صباح الخير ديما. صباح النور والتحية عن جد لكل العالم عم يسمعونا اليوم، لأنه هيك بقلبي في حرقة مثل كل العالم. ما بعرف شو هو الشعور، وبسمع كتير عالم عم يحكوا عنه، ما فينا نحط له، ما بقدر أحط له كلمة. كل شي بعرف أقوله إنه الصلاة، هيك بدي بلش، إنه الإيمان والصلاة هو أهم شي بهيدي المرحلة حتى تقطع عليكم أول شيء وعلينا ثاني شيء. أكيد اليوم أنا وإلي يعني وطلع بفكرة، وكانت فكرة كتير عظيمة حتى عطتنا بوش، قررنا نصرخ إنه قديش الصريخ ممكن يفيدنا. وكنت عم قله حتى بالصلاة في صريخ، يعني دايما نحن بصلواتنا بنقول صرخت إليك يا الله، بس إنه بدك ربنا يسمع. نحن بنفتكر بدنا يسمع مثل ما نحن بنفهم، يعني دغري ينفذ. في شيء هيك سحر ساحر فينا نحن نبرمج عقلتنا لنكمل هالايام؟ لانه عم اقول لك يعني اذا بعد جمعه انتهينا، يعني انتهينا نفسيا. ليك اللي بيتابعني على السوشيال ميديا بلاحظ انه انا بهول الجمعتين عن جد ما بقى، ما عم بيطلع معي، ايه مثلنا طالع على السوشيال ميديا عن جد ما بيطلع بايدي احكي عن شيء. بس رجعت وقفت من يومين وفكرت، قلت هاي الحياه فكري فيها، من الزلزال لا كوفيد للكرايسيس الايكونوميك الاقتصاديه، كل شيء عم يصير لهيدي الحياه هيك رح يصير. في عدم عداله بالعالم اكيد، ومشان هيك انا من الادفوكيتس من العالم اللي بي بي بي, بي كيف بيقولوا بي بي بدهم انه بايديهم وبقلبهم وبعقلهم يقنعوا العالم انه ما بقى تلحقوا قوانين الانسان. تعوا اليوم معنا وتعوا تنفكر كيف فينا نتبع قوانين الطبيعه، قوانين ايماننا، كيف فينا نحول هالنقطه اللي نحن فيها. اذا كنا كلنا على نفس النقطه صدقوني فينا نطلع على موجه ممكن تساعد السلام بمطرح معين. بتعرفي ديما، لانه على ما يبدو كمان ودائما عم اقول هالشيء، انه هي الكره الارضيه هيك، يعني نحن اللي عم نتغير، فهي دائما فيها حروب ودائما فيها مجاعات ودائما فيها ظلم، ويمكن حتبقى هيك. فليه نحن حسينا انه نحن عم ننظلم؟ ما هي يمكن دائما هيك كانت، فلازم ننقذ نفسنا. هيدي انا هلا بلشت اقتنع هيك. بس اوقات هيدي قصة قعدوا صلوا، بتحسي حالك انه عندك لا مبالاه، والحوالينا شو بدي يقول عنا، ولك هيدي شو فرقانه عندها، وراحت على الشغل ولبست وكملت حياتها عادي. طب ما كيف بدنا نكمل هيك؟ هيدي السوشيال كونفورميتي انا بقولها، انه نحن الكل بيفكر انه انا اذا بدي غير بصرخ وبعيط، وفي الصرخه اللي جوا اوقات عن جد صدقوني بتوصل اسرع من الصرخه اللي برا. ونحن هيدي الصرخه اللي برا كل انسان عنده طريقه يعبر عن هيدا الالم او عن هيدا الغضب اللي عم بيصير جواتنا. عرفتي؟ في عالم يمكن ما بتحكي، في عالم بتحكي وبتصرخ. مش يعني اذا انا ما صرخت وما حكيت انا غلط، وبدي اتوقع انه في كثير عالم رح يقوموا ضدي ويقولوا انت مش فرقانه معك، مش مهم العالم شو بيقولوا، لانه مثل ما عم نحكي نحن اليوم بموقع. طيب اوكي جمعه واثنين بلشنا، ثلاثة أربعة، إذا كل العالم ما عملوا شيء بتعرفي شو عم نفوت؟ اليوم في حدا من العالم على انستغرام، نسيت شو اسمها، عندها لايف ستايل بتعمل شيء دايتس، سوري نسيت اسمها، بس عم تحكي كانت عن هيدا الموضوع، إنه نحن الحالة النفسية اللي نحن موجودين فيها اليوم رح تساهم إنه نحن نكون عندنا حرب داخلية وجسمنا يفرط وما نعود نقدر نعطي هدول الأصوات 100% ديما. ما هو لانه وين يو نو، وقت واحد بيعرف، يعني انا وانت وكتار عارفين اذا بقينا هيك حنبلش نمرض، يعني نحن عارفين. فبليز طلعينا من هيدي الحاله اللي عم بفوتونا فيها رغما عنا، يعني كل شيء عم بدخلنا بالحرب، والحرب بعد ما وصلت. وحتى اذا وصلت ما عنا يعني انا الاستسلام النفسي هو اصعب من الاستسلام الجسدي، لانه
بعدنا لليوم بنفكر انه كل شيء بنشوفه هو اللي عم بيصير، بس في كثير قصص نحن ما بنشوفها بلانش، في كثير قصص بتصير. ورح اعطي اكزامبل كثير بيّن. انتو اليوم العالم كلها بتآمن بانه انا ما بحط ايدي ببريز الكهرباء، لانه الكهرباء رح تعمل لي، رح تكهربني صح ورح موت، صح؟ هيدي من فاكت، قوانين الفيزياء. صح انا ما بنط من البلكون لانه الجرافيتي بدها تنزلني لتحت. 100%. نحن اللي عم نحكي عنه اليوم هو شيء ما بقدر اشوفه دغري، بس انا واحدة من الجمل اللي على طول بقولها، اللي رح نعط اللي عم نزرعه اليوم رح نحصده بكره. اوكي، وشو ما انا عطوني، اذا كنا اليوم كل التركيز تبعنا هو على الخوف، هو على شو الورست كيس سيناريو، شو اضرب شيء ممكن يصير، نحن عم نساهم كلنا سوا كولكتفلي حتى يصير بطريقه بشعه. بالمقابل فينا نكون كلنا عم نزرع امل، كلنا عم نزرع، وما عم بقول نسكت، ما عم بقول ما نحكي، عم بقول اليوم تنعطي قصص عمليه. انتوا قاعدين بالبيت بدل ما تكونوا 24 على 24 عم تعملوا ريفلاش وعم تمرقوا على كل السوشيال ميديا وتشوفوا كل الفيديوز، حطوا براسكم انه انا بدي اعمل الشغله بهيدا النهار لانه انا بدي ساهم ببناء وطني، بدي ساهم ببناء المجتمع ان جنرال. كل يوم عشيه، يمكن الصبح وعشيه، بحط 15 دقيقه شوف القصص اللي انا عن جد بتعني لي اني اشوفها، بحط رأي. يعني انا اذا اليوم بدي اعبر عن رأيي اعبر عن رأيي بكل وضوح. بس هون بنحكي بعد شوي على الغضب وعلى الريفنج وعلى هول شو بي شو كيف ما رح يفيدونا. بحط رأيي بكل وضوح وما بتفرق معي اذا رح العالم يعجبهم ولا لا، لانه بالنهايه لما اعمل هالستبس ولما حافظ على صحتي النفسيه رح اقدر يكون عندي افكار اقوى وافكاري رح توصل قبلي. يعني منه لا مبالاه ولا انه يعني التساق مباشر بكل شيء نحن عم نشوفه او عم نعيشه. صح، هي بريزيرفينج يور انرجي. كمان فكره ثانيه هيك انا على طول بحب اعطي هول افكار يلزقوا في راسنا. مستوعبه ايه. نحن كل يوم الصبح منوعة معنا 1000 بوان انرجي اللي هن يعتبروا معي 1000 دولار انرجي، اوكي؟ بلش نهاري، اذا انا من اول ما بوعى ببلش بالافكار البشعه وشو بده يصير، هالالف اللي انا ممكن اعوزها على الايمينيتي تبعي، على المناعه تبعي، اللي ممكن اعوزها على الكرياتيفيتي تبعي، ممكن اعوزها كيف بدي امشي على الطريق، رح تروح على الافكار السلبيه. وهون مثل كانه معك عن جد مصاري، يا بدك تحطيهم على البنزين بالسياره، يا بدك تعطيهم لزلمه قاطع عم يصرخ لانه انت ما بقى قادره تسمعيه، بدك اياه يسكت. طب اذا اعطيتيه المصاري ما رح تقدري تكملي طريقك وتروحي لمطرح اللي بدك تروحي. ونفس الشيء بحياتنا اليوميه، اذا بلشنا نهارنا بالطريقه انه انا عم فكر بالمصايب، ومظبوط هول المصايب عم بيصيروا، انا عم بقول ليه بقول الصلاه؟ الصلاه هي احلى طريقه اني اقدر ساهم بطريقه او بثانيه، لانه غير شيء ما رح اقدر ساهم، ما بنقدر ننط ما فينا ونكون نعمل شيء. موجودين معه. صح، بس الصلاه نحن بنعرف انه نحن رح نكون عم نعمل بوش لو ما نبين للعالم، اذا كلنا بنعمل على نفس الاتجاه عن جد بتوصل الى محل وبتعمل فرق. وفي بروف رح هيك اعطيك قصه ما بعرف وين سمعتها، بس عم بحكي اكثر من 10 سنين كنت عم بسمع على حدا متحدث ايطالي وعم يحكي على قوه الجماعه، وحكي ما بعرف ليش عن هيدا الصراع اللي كان بعده موجود اصلا من 75 سنه، وعم يحكي انه هن في جروب قرروا بفتره من الفترات لما كانت كثير عم الاوضاع عم ترجع لورا بين البلدين، قرروا انه يبعثوا عالم شخص شخص على كل ضيعه ويعملوا جروبات صلاة بقلب هول الضيع. حلو. أوكي؟ وكان محتم انه العدو بده يضرب المناطق اللبنانية على الحدود اللبنانية والفلسطينية. بهيدي الفترة بعد 24 ساعة من انه اكثر من اي ثينك هن كانوا 100 شخص وقدروا جمعوا 1000 شخص بدون ما يحسوا، ثاني نهار انسحب العدو ما بيعرفوا كيف. وهيدي بعد رح ارجع اجرب
لاقي الريسورس تبعها فارجع انشرها. انه نحن اهميه ان نحن نقاوم بافكارنا هي بعد اقوى من انه نقاوم باجسادنا، لانه بنكون عم نلحق قانون الطبيعه وقانون الايمان ومش عم نلحق قانون الانسان اللي هو ثلاث ارباع الوقت مثل ما مبين علينا منه عادي. صحيح صحيح. كل حال فينا نجربها ببيوتنا، يعني هينه، يعني اذا واحد بده يعملها تجربه ببيته بيقدر يعمل هيدا الشيء، لان عم اقول لك نحن عم ننجر على اماكن يمكن مش هلا لازم نروح عليها، يمكن لاحقين، يمكن حتجي الحرب، يمكن لا، بس نحن عم نعيش اون ديلي بيسس شيء بتعب. يعني ليك كمان انا اليوم هيك عن جد ما بعرف عم يطلع الافكار، عم بقرا كتاب اسمه كلير ثينكينج. اوكي، بهيدا الكتاب هلا صرت قاري ثلاثه شابتر، كل صفحه بيقولها عن جد اذا بتقريه بتفكري عم يحكي معنا اليوم. بيقول يمكن تكونوا بحرب، يمكن تكونوا بمجاعه، يمكن تكونوا بوباء، شو ما كنتوا ما توقفوا وتقولوا مش حق علي حق على الوباء، مش حق علي حق على اللي عم بيصير حوالي. خدوا ريسبونسبيلتي، خدوا حاسبوا حالكم وقولوا كيف فيني انا العب دور بالمطرح وين انا، مثل اللي عم بيلعب بالقمار. اذا اللي عم بيلعب بالقمار ضلوا عم يقول حظي بشع واجتني اجوني الاوراق غلط، ما رح يقدر يعمل شيء. بينما الانسان اللي يكون في قدامه اوراق لازم ياخذهم ويعمل ذا بيست اوت اوف هدول الاوراق اللي عنده اياه لحتى يتجنب ينزل بالهاوي. صح. بتعرفي ديما لانه بتصير عايشه صراع، يعني بتصير تحسي على نطاق البيت المصغر انه اذا ما درسوا الاولاد وخلصوا بلا ما يدرسوا، اذا اللي عم يعمل دايت وقف خلص هلا مع جاي الحرب، بتصيري بعدين بتطلع بتقولي طب ما انت خلقت بالحرب وكنت تركضي من المدرسه وقت ينزلوا القذايف على دماغي وهيك بعدك قاعده ما احلاك تطورتي وتعلمتي. يعني عن جد عم ننجر مثل ما انت عم بتقولي على صور نحن على اساس عالجناها يبدو عم ترجع تبين علينا. يعني صح، والطريقة المثالية بهيدا الموضوع وأنا هيك طبقتها هيدي الجمعة هي إني أقول بعرف إنه ما فيني أغير كل شيء، أوكي، وبعرف يمكن كلماتي رح تساعد عالم، بس تبلش لازم بلش من حالي. وقلت كل يوم بدي أعمل 1% 1% أحسن من امبارح. يعني أنا ما أنا عم بقول والله كلكم اليوم سمعتوا ديما رح تقعدوا على رواق وحياتكم رح تغير، لا، اللي عم بقوله كل ما بتجوا بتكون تفتحوا هالاخبار، كل ما بتجوا بتحسوا هيدا الشعور البشع اللي رح يروح لكم $1000 من الانرجي تبعكم بفرد قعده. وقفوا وجربوا، حطوا حالكم بهيدا الموقع اللي بتقرروا انتم كيف بدكم تعملوا استثمار لهالانرجي بالمحل المطلوب شو ما كانت. يعني هال 1% شو ما كانت، المهم ما نبقى نحن مكبلين وقاعدين وناطرين ما بنعرف شو اصلا ناطرين. نحن شو عرفنا شو ناطرين؟ ما بنعرف، لانه اذا ما صار شيء راحت حياتنا، راح بيوم بيومه، لانه نحن ناطرين. وهون كانك قاعده بجوره، اوكي، كيف عم تعملي؟ عم تحفري زياده وعم تنزلي اغمق وترجعي تقولي لا لا عم بغرق. طب ايه، اول ما بدنا نوقف بدنا نوقف هيدا الديجينج مثل ما بيقولوا، بدي وقف سو وقفوا حفر. وما عم نقول كونوا لا مبالين، عم نقول كونوا مسؤولين عن حالكم، لانه كل واحد منا هو بارت من هيدا المجتمع. صح. واذا كل هيدا المجتمع صار ديبرست، يعني وين صرنا؟ 100%. بتعرفي في كمان هلا هيدي جديده صايرين بنعتذر، يعني نحن بنطلع بنعتذر من المشاهدين انه اليوم نحن مضطرين نكمل، نحن بنعتذر منكم بس انه نحن عندنا ضيوف او مش وقتها، بس بتروح تشتري شيء هلا مش وقتها، لازم نشتري حمص مثلا، مش وقتها هلا، ما بقى يعني ما بعرف، فتنا بدوامه كثير بشعه كثير صعبه اللي هي باترن، هي ذاته الباترن لما عشناه بكوفيد، هو ذاته ابدا نفسه لما عشناه بكل شيء عم نعيشه، عم نعيش نفس الخبريه. ليكي انا بقول كلهم هن نفس الخبريه بس ديسكايزد ان ديفرنت سيناريو، بيطلع معي القصه هي غير بس النتيجه هي واحده، انه نحن اليوم هالحياه، ورح ارجع على الايمان ورح ارجع على الدين، نحن نعطينا هيدي الحياه حتى نستفيد منها، نعمل فرق للحوالينا قبل حالنا.
وما بنعرف. وهي الجمعه اكيد كلكم شفتوا مثلا اي ثينك ياسمينه يزبك الله يرحمها، بنت صبيه وقعت وراحت حياتها، مع انه نحن عم بعطي اكزامبل صغير من جمعتين نفس الخبريه على طول. في اوقات حياه الحياه رح تفاجئنا، مش مرة الحرب رح تفاجئنا بمطرح تاني. ليش نحن اليوم ما بنرجع بنطلع وبنقول ميرسي لله على كل شيء عم يعطينا اياه شو ما كان يكون، ناخده ونبني عليه ونساعد بهول الافكار، ونوقف عم نطلع على غيرنا شو بده يقول عنا، اللي رح يحاربك رح يحاربك. وهون بذكر بعتقد لينكولن بامريكا الرئيس الامريكاني ضلوا يحاربوه كل حياته، من بعد ما مات العالم اجت وحكت عنه بالمنيح، مثل اكتشفوا شو كانت الميسيون تبعه. كل انسان اليوم انا نصيحتي له ما بقى تكونوا اندر بريشر من المجتمع اللي حواليكم، كل واحد منا عنده قيم، لحقوا قيمكم، تصرفوا بالطريقه اللي انتم بتلاقوها مناسبه، وصدقوني كيف ما كان رح يضل في حدا عم ينتقدكم. أكيد أكيد هيدي ما في شك. ديما بآخر كم دقيقة، نحن كبار قطع علينا ويمكن بلشنا نعمل ريكفري أو نصلح حالنا أو نتدرب، بس هيدول الأولاد الصغار يعني كيف بدك تقولي لهم إنه الدنيا رح تكمل وأنتم بألف خير؟ ومن جهة تانية يعني امبارح معلمين أولادي أنا أتليست بالمدرسة إنه كل جروب وين بده يلطي في حال صار شيء، يعني إنه كأنه إذا صار شيء نحن رح إجرينا ياخذونا على المدرسة يعني. ف لا ليك هي البلان بحطوا بلان ان بليس جاست ان كيس. اوكي لان احنا مؤسسات عريقه فهماني هيدا الشيء، بس الولد هيدا اللي قبل ما ينام قلت له ماما حيصير شيء، قال لي بعرف. انه هيدا الولد كيف بدك تفسري له هيدا كله؟ ما بتفسري له اياه بالكلمات، بتفسري له اياه بتصرفاتك انت كشخص، بيشوفك انت كيف عم تتصرفي. وعن جد في اتيود عم بعملها وموست بروبلي رح فوت على البي اتش دي بروجرام، اللي هو تبرهن اهميه الامات. اوكي. الام يعني البي، ما عم بقول البي مش مهم، بس البي اغلبيه الرجال بيكونوا هن اكثر البريد وينرز واللي بيكونوا برات البيت موست اوف ذا تايم. الامات كمان اللي عم تشتغل، يعني اللي عم تشتغل واللي اكثر شيء هي انفولفد مع اولادها. المراه اللي هي ستيبل بتخلي البيت كله يكون ستيبل. يا رب. اللي بتكون هي واعيه عن جد، وبعرف انه هيدا يمكن مسؤوليه كبيره، بس نحن اخترنا انه نكون امات، ما صرنا امات باي تشانس. واهم شيء بالحياه انه نحن نعطيهم هالرول موديل. يعني انا لما بدي اقول له لابني ما تخاف، او بدي اقول له هاي الحياه، بدي فرجيه بتصرفات انه تعرف شو يمكن يصير في حرب يمكن ما يصير في حرب، بس انا هيدي الحياه انعطتني لحتى اعمل منها شيء احلى. ساعتها نفكر انا وياك كيف فينا نعمل شيء احلى بالوضع اللي نحن فيه. 100% يعني بهول كلمات عن جد هيك بتعطينا ابتسامة خارجية وداخلية لإلنا ديما اسطنبولي. شكرا لإليك، غيري لنا مود على السوشيال ميديا لنضلنا عم نتابع هلا دغري بعدك كرمال الانجليش. جريت لكن عم نشوفك الاسبوع القادم ان الله راد بموضوع جديد. اهلا وسهلا فيك ديما. مشاهدينا فاصل ومنتابع.